مساء الخير على كل حضراتكم، سعيدة جدا بوجودي معاكم في هنا مسبير. والنهارده هنفتح ملف من أهم الملفات، الحقيقة أنه أصبح بيمس حياتنا اليومية بشكل مباشر. يمكن من مجموعة سنوات أو مش سنوات مش بعيدة جدا، لما كنا بنتكلم عن التغيرات المناخية، كنا بنتكلم عن الاحتباس الحراري، كنا بنتكلم عن أنه لازم يبقى فيه طاقة بديلة وطاقة جديدة ومتجددة. كان الكلام ده يبدو كده أنه خيال علمي أو أنه فيه مبالغة، أو ما كناش متخيلين أن احنا هنشوف هذه التغيرات الشديدة السريعة المتلاحقة مرة واحدة. الحقيقة ان احنا زي ما شفنا كده في الفترة الأخيرة تغيرات مناخية شديدة، يمكن احنا شايفين حر او صيف ما شفناهوش قبل كده، مش في مصر فقط ولكن في العالم كله، حتى في اوروبا بنشوف البرد اصبح شديد، يعني في تغيرات شديدة جدا. وبالتالي اصبح من المهم جدا ان احنا نعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وبالتحديد الهيدروجين الاخضر اللي مصر دخلت هذا الملف بقوة. وطبعا زي ما حضراتكم تابعتم استضفنا كوب 27 وكانت قمة من أنجح قمم المناخ. هنتكلم النهاردة أكتر وبالتفصيل مع ضيف عزيز علينا، منورنا ومشرفنا ومتخصص جدا في هذا المجال، يشرح لنا أكتر وبالتفصيل. منورنا النهاردة دكتور مهندس ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ وعضو المجلس العالمي للطاقة. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اللي انا قلته ده صح يا دكتور، انه التغيرات بقت سريعه ومتلاحقه، التغيرات المناخيه؟ انا اقول لك تعليق جوتيريش الامين العام للامم المتحده لما حصلت الموجه الحاره، قال احنا في عصر الغليان العالمي. الغليان هو فعلا غليان يا فندم، هو الحر تعبير صعب جدا. وقال كمان ان تغير المناخ أمر مرعب، وما يحدث هو مجرد البداية. البداية يعني كل ده والبداية؟ يا نهار أبيض. شوفي الفيضانات الضخمة اللي غذائت مدن كاملة. طبعا حرائق الغابات. شوفي حرائق الغابات الضخمة اللي أكلت الزرع والضرع بشكل رهيب. شوفي موجات الحرارة قد إيه بقت حادة جدا. هو ده التغير المناخي. احنا حاسين بيها قوي يا فندم، يعني بالضبط. يمكن احنا، انا بقول الحقيقي وده يعني اعتقد ان احنا على مدار سننا من واحنا اطفال لحد دلوقتي ما شفناش حر زي اللي شفناه في هذا الصيف. ده كله بيسموها يعني التغيرات المناخيه بتؤدي الى ان الاحداث الطبيعيه تصبح احداث حاده جدا. وهذه الاحداث الحاده حاده في الشده وحادة في التكرارية، إن تكراريتها أصبحت أكتر، وفي الشدة بتاعتها أصبحت أقوى بكتير. فإحنا أمام تغير حقيقي، وبالتالي يستلزم مننا أن احنا نتخذ كل الإجراءات اللي بوسعنا. التغير المناخي ببساطة جدا عشان يعني نبسط الفكرة للمشاهد، لو حد ساب العربية بتاعته في الشمس لمدة ساعة، بيجي يفتح العربية يلاقيها نار من جوه. صحيح. طب ده بيحصل ليه؟ لأن الإزاز بينفذ أشعة الشمس تدخل كلها، لكن لما تيجي تطلع ما تطلعش كلها. يحتبس في الداخل الأشعة الحرارية. الأشعة الحرارية تتراكم. تتراكم 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 تبقى فورم. طيب. وده بيفسر ظاهرة ان احنا بنشوف العربيات كتير، موتورات العربيات بتغلي، يمكن بنشوف حتى على الكباري على الطرق الرئيسية. الازاز بيدخل الاشعة ويطلعها كلها ما عدا الاشعة الحرارية، يتبقى جزء منها. وحتى لو شغلت التكييف تلاقي تراكم الحرارة داخل يقلل قوي كفاءة التكييف. زيها بقى على المستوى الكرة الأرضية. على مستوى الكرة الأرضية احنا عندنا أنشطة بتنتج ما يسمى غازات الدفيئة أو غازات الاحتباس الحراري، تركيزتها حوالين الكرة الأرضية في جو الأرض. التركيزات دي بدأت بسيطة بسيطة لكن عمالة تزيد، كل ما احنا بنحرق الوقود الأحفوري
بنعمل أنشطة ضخمة في النقل، بنعمل أنشطة ضخمة في الزراعة، أنشطة صناعية، أنشطة ضخمة جدا في الصناعة، كل استهلاكات الوقود وزراعة الأرز والماشية، كل ده بيطلع غازات الدفيئة تزيد التركيزات حوالين الأرض. فلما تخترق الأشعة، أشعة الشمس جو الأرض كلها تنزل وبعدين تنعكس تاني، إلا الأشعة الحرارية تفضل موجود، يبقى منها جزء، ينعكس منها جزء ويبقى منها جزء، هو ده اللي بيزود درجة حرارة جو الأرض، وده اللي بيخلينا نشعر بمزيد من الحرارة ومزيد من انعدام الأكسجين، ده اللي بيعمل التغيرات اللي بتحصل دي كلها. ارتفاع متوسط درجة حرارة جو الأرض بسبب الاحتباس اللي حاصل للأشعة الحرارية في جو الأرض. كل ما زادت التركيزات بتاعة غازات الدفيئة، كل ما زادت احتباس درجة الحرارة، وده ما يطلق عليه بالاحتباس الحراري أو الجلوبال وورمينج، هو ده اللي كنا بنسمع عنه. أنا أعتقد، أنا فاكرة أول مرة سمعنا عنه يا دكتور كان يمكن جون مور قال عنه من حوالي 20 سنة فاتوا، الناس اعتبرت ان ده كلام يعني مبالغ فيه، يعني اول مرة الناس سمعت عنه بشكل وورلد وايد، يعني بشكل عالمي يعني. بالضبط صحيح؟ بالضبط. احنا بدأنا نهتم تماما بالظاهرة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في ريو دي جانيرو سنة 92. حصل ثلاث اتفاقيات، اتفاقية تغير المناخ، اتفاقية التنوع البيولوجي، اتفاقية التصحر. فكانت تغير المناخ اتفاقية رئيسية ابتدى الاهتمام بيها من سنة 92 بشكل منظم على مستوى العالم كله، لأنه درست الظاهرة بشكل جيد وتعرف ان هي كل ما تزيد التركيزات غازات الدفيئة هيزيد احتباس الحرارة، هيتشندل الكون. هو يعني ان شاء الله ربنا يحمينا جميعا، ولكن عايزين بقى عشان الكون ما يوصلش المرحلة اللي حضرتك قلت عليها ويتشندل، عايزين نعرف يعني هي ايه هي الاجراءات المطلوبة من هذا الكوكب، واللي احنا عارفين طبعا في اتفاقيات كتير ولكنها لم تنفذ يعني حتى فترة قريبة، يمكن كوب 27 او قمة المناخ العارض اللي عقدت في مصر في مدينة شرم الشيخ أطلق عليها قمة التنفيذ لأن بدأ اتخاذ فيها توصيات المفروض أنها تنفذ على أرض الواقع. إيه بقى أهمية هذه التوصيات وما نفذ منها حتى الآن؟ الحقيقة هو المؤتمر أصدر 9 مجموعات من التوصيات في 9 اتجاهات. الاتجاه الأول بيتكلم عن العلم والضرورة، لأن إحنا كل اللي بيحصل ده مبني على حقائق علمية. فالعلم والضرورة قال التأكيد على أن أثر التغير المناخي يكون أقل لو إحنا ما ارتفعناش عن درجة ونص درجة ونص درجة حرارة في جو الأرض، مش على المستوى المحلي، لأن على المستوى المحلي ده الطقس، إنما على مستوى الكرة الأرضية ده المناخ. فإحنا بنتكلم عن درجة حرارة لما بتزيد 1 من 10 لها تأثير ضخم جدا بالنسبة للأرض، ينصهر الجليد في الإسكيمو مثلا أو في القارة المتجمد الشمالي والجنوبي، صح؟ بيحصل الأثار دي كلها. إحنا كنا سنة 1750 تركيز غازات الدفيئة 280 جزء في المليون، سنة 2000 بقينا 368 جزء في المليون، سنة 2010 بقينا 390، سنة 23 بقينا 410. وعشان كده حاسين بالحرارة، عشان كده عمالة تزيد درجة الحرارة، لأن التركيز بيزيد درجة الحرارة. إحنا لازم نقف عند فين؟ عند درجة ونص اللي هي 450 بارتكل بير مليون. ما عندناش رفاهية إن إحنا نزيد، ده إحنا 410 و 450 دي بقت قريبة قوي. يعني على سنة 30 لازم نكون عملنا حاجة، وإلا هذه الزيادة المتواصلة هنوصل ل 450، وصلنا درجة ونص، إحنا عايزين نقف عندها. طب أنا هقف عند الإجابة دي وعند التوصيات، اسمح لي حضرتك نروح لفاصل ونرجع بقى نستكمل هذه التوصيات المهمة جدا اللي مطلوبة سواء من الدول أو على مستوى كوكب الأرض أو مننا حتى كأفراد بعد الفاصل مباشرة.
علشان نحافظ على هذا الكوكب اللي احنا عايشين فيه والاجيال القادمه. ارجع مع حضرتك تاني يعني مهندس دكتور ماهر عزيز، واحنا كنا توقفنا قبل الفاصل عند فكره التوصيات اللي تم التوصل اليها بعد كوب 27 او قمه المناخ اللي عقدت في شرم الشيخ. عايزين نعرف ابرز هذه التوصيات وايه اللي ممكن يتنفذ او اللي تم التنفيذ منها حتى الان على ارض الواقع. أول توصية زي ما قلت مرتبطة بالعلم، بالأساس العلمي للتغير المناخي. فقالوا لو وقفنا عند درجة ونص أفضل بكتير قوي ما نقف عند درجتين، لأن عند درجة ونص لا يزال إحنا عندنا قدرة نتحكم في التغيرات، إنما كل ما تزيد درجة الحرارة بس برضو قدامنا لحد درجتين هنبقى قادرين نتحكم، لكن بعد الدرجتين الوضع هيبقى كارثي. كارثي. هل زي ما شفنا في الأفلام اللي كنا زمان بنتوقع أنها خيال علمي، الأفلام هوليوود مثلا اللي هو نشوف الانهيارات والانشقاقات والتسونامي يعني لا أنا قصدي بشكل غير بقى يعني غير قابل للسيطرة. هنشوفها بقى اللي شفناها بالنسبة للفيضانات والحرائق دي هتبقى خارجة عن السيطرة تماما بإذن الله ما نوصلش بقى والتسونامي هيزيد جدا. حصل تسونامي في اليابان مرة، حصل تسونامي في الشهير جدا في إندونيسيا، كان في إندونيسيا مرة. حصل تسونامي في على الخليج العربي فدي هتزيد بشكل كبير جدا ويبقى الأضرار اللي بتسببها للبشر وللبيئة أضرار ضخمة جدا جدا يمكن يصعب معالجتها، لكن لا نزال إحنا حتى درجتين مئويتين نقدر. فأدي أول توصية بالنسبة للتوصية الثانية بالنسبة لسقف الطموح. العزم على تنفيذ الانتقالات الطموح العادلة المتساوية الشاملة إلى تنمية خفض الابتعاثات. هم عايزين إن إحنا بشكل جماعي لأن حصل الآن على شكل فردي، فقال لك عادلة متساوية شاملة علشان نقدر نوصل. هو اسمح لي حضرتك بمناسبة نقطة عادلة دي لازم نتوقف. الحقيقة دي كان كلمة أشار إليها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كوب 27، وهي فكرة إنه الدول الأقل انبعاثات وهي دول إفريقيا هي الأكثر ظلما، والدول الأكثر انبعاثات في أوروبا اللي هي يعني الدول الصناعية الكبرى يعني هي اللي عملت انبعاثات كثيرة قوي أثرت على كوكب الأرض، ولكنها يجب أن تلتزم أو تكون أكثر التزاما بهذه الاتفاقات. وهي عندها قدرة لأنها غنية تتحكم، لكن الغلابة اللي في الدول النامية لما بيحصل عندهم كوارث بيعانوا معاناة شديدة جدا جدا. فهنا عايزين العدل. بالنسبة للطاقة كان في توصية مهمة جدا إن هو إدراك إن أزمة الطاقة العالمية غير المسبوقة تحتم ضرورة التحول السريع إلى نظم طاقة أكثر أمنا وعولية ومطوعة. احنا تعرضنا لازمات طاقه منها مثلا في اعقاب الحرب الروسيه الاوكرانيه طبعا حصلت ازمه طاقه كبيره جدا في العالم. صحيح. فهذه الازمات عشان نعرف نخرج منها، لان طب دي بسبب الحرب، لا التغير المناخي بقى هيعمل حاجه اسوأ من كده. فعلشان كده احنا عاوزين ان احنا نتحول الى نظام طاقه اكثر أمنا، أمن الطاقة للعالم كله ومطوعة قادرين يعني نتكيف معاه ونعظمه، وفي الوقت نفسه تكون العولية الاعتمادية عليها اعتمادية كبيرة قوي. أهم حاجتين في مقاومة التغير المناخي حاجة بنسميها التخفيف وحاجة بنسميها التكيف. التخفيف ده المبدأ العام إن إحنا نقلل غازات الاحتباس الحراري. لازم عايزين نوصل لهدف صفر. صفر. عاوزين نوصل سنة 50 إلى صفر انبعاثات. وهل ده ممكن دكتور؟ ده تحدي ضخم جدا. يعني هل ممكن نوصل للصفر؟ يعني يحيينا ربنا ويمكن أولادنا بقى يشوفوا سنة 50 دي، لكن هل ممكن يوصل الكوكب ممكن للصفر يوصل انبعاثات حرارية؟ لأن احنا عايزين حوالي ما مجموعه حوالي 20 تريليون دولار.
مين اللي خصصها دي؟ هم في الحرب الأوكرانية حتى الآن خصصوا 180 مليار دولار، يقدروا يخصصوا 20 تريليون دولار علشان نوصل لزيرو بعد سنة 50. ده تحدي قصاد العالم كله، وعايز حاجات كتيرة، عايز تمويل، عايز بناء القدرات، capacity building، عاوز نقل التكنولوجيا، عاوز أيضا تعويض ما يسمى تعويض الخسائر والأضرار. طيب هنا بقى ده هينقلنا لملف الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، والحقيقة أن مصر دخلت يعني هذا المجال بشكل قوي جدا، برغم أن احنا دخلناه منذ فترة قريبة، ولكن في اهتمام من القيادة السياسية بهذا الملف، واهتمام بأن مصر يعني تنتج الهيدروجين الأخضر ويدخل في كل مناحي الطاقة. احنا بدأنا بالطاقة الجديدة والمتجددة، والنهاردة عندنا 3000 ميجا، حوالي 1500 ميجا رياح و1500 او 1600 ميجا. يمكن نشوف محطة الرياح الزعفرانة وغيرها. عندنا على في الزعفرانة وخليج السويس وجبل الزيت عندنا محطات كتيرة لقوى الرياح. لسه في البايب لاين، يعني في قائمة المشروعات اللي جاية، زي ما صرح وزير الكهرباء علي وزير الكهرباء إن ممكن نوصل خلال سنتين ثلاثة يبقى عندنا 10,000 ميجا من الطاقة المتجددة، وده اللي احنا بنتمناه. فإذا في المشروعات اللي جاية. طب إيه قدرات مصر في التوسعات في الطاقة المتجددة؟ مهولة فعلا. هل ده ليه علاقة بمناخ مصر؟ ليه علاقة بالشمس مصر؟ ليه علاقة عشان موارد الشمس عندنا بيصل إشعاع الشمس إلى 2500 كيلو وات ساعة على المتر الواحد في السنة. 2500 كيلو وات ساعة على المتر المربع في السنة. يعني لما قالوا حلاوة شمسنا ما كانوش بيهزروا يا دكتور، حلاوة شمسنا بجد يعني. طبعا. وعندنا أكتر سرعات رياح موجودة على خليج السويس، ولا يزال المنطقة هناك تتسع لإضافات أخرى. عندنا كمان خريطة قوى الرياح في مصر كلها، وخريطة للإشعاع الشمس في مصر كلها. الخرائط دي معالي وزير الكهرباء صرح وقال إن إحنا عندنا إمكانية نضيف 350 ألف ميجا وات رياح و 650 ألف ميجا وات شمسية فوتوفولتية. مليون ميجا وات نقعد 100 سنه نبني فيها. فادي الكمون او الامكانيه، ودي زي ما بيقولوا يعني هديه ربنا لمصر، دي هبه من الطبيعه. الطبيعه بس عايزه تمويلات، وعايزه جديه في التنفيذ، عايزه تغيير ثقافه المجتمع المصري. طب لا اسمح لي حضرتك، على تغيير بقى ثقافة المجتمع المصري دي نقطة مهمة جدا، اسمح لي حضرتك نقف عند الفاصل ده ونرجع نتكلم مرة تانية عن ازاي هنستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة، وازاي نغير ثقافتنا عشان نقدر نتعامل مع التغيرات المناخية الجديدة. الحقيقة ان احنا كنا توقفنا قبل الفاصل عن فكرة ان احنا نغير ثقافتنا كمجتمع عشان نقدر نتعامل مع التحديات المناخية ومع فكرة الطاقة الجديدة والمتجددة. بس انا قبل ما اتكلم عن تغيير ثقافتنا المجتمعية دكتور، عايز اتكلم مع حضرتك عن فكرة تحويل مصر لمركز او هب، مركز اقليمي وعالمي لانتاج الهيدروجين الاخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، وكمان بحكم موقعنا الجغرافي. ده هيدخلنا على طول على الهيدروجين كحامل للطاقة، والنهاردة ابتدى العالم كله يتنبه ليه لأن مزايا عظيمة. ما فيش غازات ملوثة للهواء أبدا بتطلع منه، مفيش الغازات الدفيئة اللي حضرتك حكيت عليها، ولا احتباس حراري بيطلع منه. وفير جدا جدا، احنا عندنا شواطئ حوالي 3500 كيلومتر طولي. 3500 كيلومتر، يعني نقدر نزرع وحدات توليد الهيدروجين على كل الشواطئ دي ونطلع كمية ضخمة جدا جدا، لأن الهيدروجين الأخضر بيجي من تحليل المية. بس بقى بيجي من تحليل المية بإيه؟ بالطاقة الجديدة والمتجددة. عشان يبقى أخضر يبقى بالطاقة الجديدة، هو بيحتاج كميات كهرباء كتيرة، أولدها بالغاز ولا بالنفط ولا بالطاقة المتجددة اللي هي الرياح. الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وبالتالي
من مميزات استخدام الهيدروجين كحامل للطاقة إنه بيخليني أتوسع بشكل كبير جدا في الطاقة المتجددة. وبالتالي أنا بوظف الإمكانيات الطبيعية اللي عندي لخدمة إنتاج الهيدروجين الأخضر. عند إنتاج الهيدروجين الأخضر بكميات كبيرة بقت مصر مركز جذاب جدا لتبادل وتجارة الطاقة، لأن أوروبا متعطشة جدا جدا للهيدروجين. أماكن كثيرة في العالم تموين السفن في المواني ده يديني فرصة كبيرة جدا. عندنا محور قناة السويس، خلال لأن مشتقات الهيدروجين الأمونيا الخضراء ممكن تبقى يعني وقود سائل كويس جدا في تموين السفن. فعندنا إمكانيات خطيرة إن نبقى هب أو نبقى مركز تبادل وتوزيع، الناس يجمع ويوزع. هذه قيمة الموقع الجغرافي العبقري لمصر، والبنية التحتية إنها تدينا الإمكانية. طبعا إحنا البنية التحتية برضو يعني اسمح لي يا دكتور هنا نتوقف عندها، ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية سواء من طرق، من كباري، من كل البنية التحتية الحقيقة، محور قناة السويس طبعا ومنطقة هامة جدا، ده طبعا أكيد بيساعد على إن إحنا نبقى مركز قيمي. احنا كل لما يبقى عندنا هياكل بنية أساسية في الطاقة، في الطرق، في الكباري، في المجاري، في المياه، في الصرف الصحي، كل لما يبقى عندنا بنية أساسية قوية ده هي دي الأساس لنمو المشروعات. احنا استطعنا في كوب 27 ان احنا نمضي، مصر وقعت 9 مذكرات تفاهم حجم الاستثمارات بتاعتها 85 مليار دولار للهيدروجين بس. إذن إن شاء الله هو مستقبل الطاقة. فاضل لي دقيقتين أو أقل من دقيقتين، عايز أعرف من حضرتك إزاي إحنا نغير ثقافتنا كمجتمع عشان نساعد في هذا التغير العالمي. إحنا محتاجين ثورة ثقافية ننتقل بيها من مجتمع الناس عايشة في عشوائية شديدة جدا. إنما هم انتقلوا من العشوائيات، يعني إحنا شفنا حقيقة القيادة السياسية السيد الرئيس يعني أزال العشوائيات كلها، ولكن إحنا بنتكلم عن عشوائية الحياة، عقل الناس، العقل مليان عشوائية. في حين إن النهضة عايزة انضباط، عايزة حوكمة، عايزة إن الناس تتبع القوانين 100% بمنتهى الصرامة. إحنا عاوزين ثورة ثقافية شاملة علشان تغرس احترام القانون وتغرس الانضباط، واخد بال حضرتك، وتغرس أصول الحوكمة علشان أقدر أنهض، لأنه مهما عملت ولسه التهرؤ في تفكير الناس وأسلوبهم وطريقة حياتهم وطريقة تفكيرهم، هذا التهرؤ بيمنع مصر إن هي تتقدم. طب إحنا يعني خلاص هنختم، لكن يعني عايزين كده زي ما بيقولوا إيه تيبس أو يعني نصيحة صغيرة للناس، إيه أسرع الحاجات اللي نقدر نعملها إلى أن يحدث هذا التغير؟ الحقيقة التغير ده هيبقى مهمة الدولة، لكن إحنا كأفراد نقدر نعمل إيه دلوقتي؟ يعني ناخد بالنا من إيه؟ لو الدولة ابتدت تحط قواعد حوكمة وانضباط وما إليه، إحنا كأفراد علينا إن إحنا نلتزم. إحنا لازم نقدم الالتزام. واخد بال حضرتك سوري لا ولا يهم حضرتك يا فندم. فإحنا لازم نقدم الالتزام، لأن ما عندناش ثقافة التزام، ما فيش قانون بنتبعه، وده بيعطل جدا جدا إن إحنا ننهض. تعالي شوفي السعودية في 3 سنين ولا 4 سنين حصل فيها ثورة ثقافية هائلة، أساسها احترام القانون والانضباط. أنا مع حضرتك فكرة الانضباط، ولكن أيضا في مصر زي ما احنا شايفين في تغييرات كبيرة، وأنه البناء ليس فقط بناء الحجر ولكنه أيضا بناء البشر وبناء الإنسان وفكرة الحياة الكريمة وفكرة المواطنة، يعني في تغييرات كبيرة أيضا تحدث في مصر. إن شاء الله يلتزم الناس جميعا، وإن شاء الله يبقى كوكب متماسك ما يحصلش كل الحاجات اللي حضرتك قلت عليها بإذن الله. أنا اتشرفت بحضرتك جدا، نورتنا وشرفتنا. مهندس دكتور ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، وعضو
مجلس الطاقه العالمي. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. العفو. ووصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، يعني هنحاول على قد ما نقدر. طبعا احنا عارفين انه هذا موضوع كبير، يعني يحتاج لمؤسسات، يحتاج لدول، ولكن ايضا علينا كافراد ان احنا نعمل اللي علينا وناخد بالنا، وربنا يحمينا جميعا ويحمي اولادنا. وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، وتصبحوا على قد.